السلام الله عليكم ومرحبا بكم اليوم مع مستوى أولى بكالوريا الشعب العلمية والتقنية ومع مادة اللغة العربية وبالضبط مكون النصوص. اليوم سنكون مع المجزوءة الثالثة وهي الخاصة بمفاهيم معاصرة ومع مفهوم التواصل. قبل الدخول إلى غمار النص لابد من هذه الوقفة الخفيفة مع مفهوم التواصل، فهو لغة من فعل تواصل أي الفعل الخماسي الذي يدل على المشاركة في الفعل، كما يدل على تبادل الأدوار ما بين مرسل ومستقبل. أما اصطلاحا فالتواصل هو عملية تبادل المعلومات والأفكار، وأكثر من ذلك فأثناء تبادلنا لهذه المعلومات يمكن أن نتبادل حتى المشاعر الداخلية من محبة ومودة أو غير ذلك. وكما قلنا فهو لا يختص بالإنسان فحسب، بل أكثر من ذلك خاص حتى بالكائنات الحية الأخرى. وعلى سبيل المثال نستحضر التواصل عند النحل من خلال الرقصات، من خلال الإفرازات للمجموعة من المواد، ومن خلال الرائحة. هناك أيضا نجد عند بعض الحيوانات التواصل عن طريق الأصوات، كما يمكن أن تجدر الإشارة إلى أن التواصل يقوم على كثير من العناصر، ففي مقدمتها لا بد من وجود مرسل ومستقبل، ثم الرسالة التواصلية والقناة. الآن أنا معكم في تواصل عبر القناة البصرية وأيضا السمعية، ثم لا بد من سنن أي قانون. أنا متفق معكم مسبقا على أنكم عرب تفهمون لغة العربية، والأجانب لن يفهموها لأنه لا وجود لسنن بيني وبينهم إلى آخره. هناك مجموعة من العناصر نكتفي بهذا، ولكن تجر المسألة إلى أن مفهوم التواصل في عصرنا هذا صار يعني يثير اهتمامات الدارسين في علم النفس وعلم الاجتماع وغير ذلك. لماذا؟ كما تعلمون فمن خلال هذه الثورة التقنية والتكنولوجية تطور التواصل، وأنتم تعرفون هذا من خلال وسائل الدردشة والتواصل عن بعد التي لم تعد تعترف بالحيز الجغرافي. على أي التواصل مفهوم يمكن أن نعبر عن مضامينه دون أن تكفينا هذه الحصة، ولكن نكتفي بهذا وسنتعمق فيه أكثر مع الكاتب سمير شريف السيتية، وهو مختص في المجال اللغوي. له كما تشاهدون كتاب أو مقالة بعنوان ثلاثية اللسانيات التواصلية، وهي منشورة في مجلة عالم الفكر العدد الثالث سنة 2006. هو بعنوان كما تشاهدون جدليات التواصل. سندرس هذا النص، فلنفترض مثلا أنه نص في الامتحان الجهوي أو غير ذلك، فلا بد لنا أن ندرسه وفق الأسئلة السبعة. وأولى هذه الأسئلة هو السؤال الأول الخاص بالفرضية. انطلاقا من مؤشرات محددة على سبيل المثال العنوان، فكما تلاحظون انطلاقا من العنوان الذي هو مركب اسمي، فجدلية هي مبتدأ مضاف إلى التواصل، كما أنها تدل على وجود إشكالية مرتبطة بهذا التواصل من حيث الدلالة. بالنسبة للخبر فهو مقدر في هذا النص. الآن من خلال هذا العنوان نتوقع ونفترض بأن سمير شريف السيتية سيتحدث عن مفهوم التواصل، وما يؤكد ذلك هو بدايته في أول النص بالحديث عن اللغة باعتبارها تواصلا. لهذا بكل بساطة إذا أردنا أن نفترض فرضية سنقول نفترض أن النص مقالة، فكما تلاحظ فهو مقالة نثرية فكرية حجاجية وغير ذلك، مقالة تتطرق إلى مفهوم التواصل وقد نضيف وتعريفه انطلاقا من العنصر الأول وهو اللغة. بعد هذه الفرضية
لا بد لنا من التأكد من مدى صحتها، وهنا نقتحم غمار النص بتتبع مضامينه. فنصل إلى مرحلة الفهم، أي قراءة النص وفهمه، وهذه المرحلة نجدها في السؤال الثاني من الامتحان الجهوي، والتي تطالبنا بتحديد قضية النص أو على الأقل قضية جزئية من فقرة من فقراته. ماذا نفعل؟ نتتبع النص فقرة فقرة، ثم نقوم بتجميع النتائج لنخرج بالخلاصة الدالة على القضية. يقول الكاتب: اللغة تواصل الاتصال. ففي البداية يعرف اللغة بأنها تواصل وليست اتصالا، بعد ذلك يشرح ويفسر ويعلل، لاحظوا لأن الاتصال وغير ذلك، يبين لماذا هذه اللغة هي تواصل وليست اتصالا، لأن الاتصال فقط يكتفي بالإرسال من طرف واحد، أما التواصل فهو على عكس ذلك. يقول الكاتب: فنعطي ونأخذ، نرسل ونستقبل، فهناك تبادل للأدوار ما بين مرسل بات وما بين مستقبل، وهكذا. فالمقدمة تعرف لنا اللغة وتثمن التواصل وترفع من قيمته مقارنة مع مفهوم الاتصال. بعد ذلك لاحظ ماذا يقول: وإذا نظرنا إلى وسائل الإعلام، يتحدث هنا عن مجال الإعلام ويقول: هناك كثير منا يعتبره في اتجاه واحد، أي أنه بث وإرسال، هذا مجرد ترادف، فالبث والإرسال، أي هناك من الناس من يعتبر وسائل الإعلام تعتمد فقط على الاتصال، ولكن يؤكد الكاتب على أنها في الحقيقة هذه الوسائل لا تبث إلا ما قد استقبلته، وبالتالي فهي ترتفع إلى مفهوم التواصل. بعد ذلك يعطينا مثالا آخر حينما يتحدث عن الأدب والفكر، لينفي عنهما الابتعاد عن التواصل، ويؤكد بأساليب شرح والتفسير بأن الأدب والفكرة أيضا مجالان لتوظيف التواصل، ليصل إلى الفقرة الثالثة، وهنا يتحدث عن موضوع آخر وهو الحوار الداخلي ما بين الإنسان ونفسه، أو ما يسمى بالمونولوج، فهو يعتبره أيضا تواصلا. لماذا؟ لأن الإنسان خاصة في وضعية تأزم يحاور نفسه فيسائلها ويبحث عن حلول لشيء معين، ولهذا قال: فإنه أقام جسور التواصل. الحوار الداخلي هو أيضا نوع من التواصل. بعد ذلك يصل إلى الخاتمة. لاحظوا معي، في الأول أشار إلى أن اللغة تواصل، ثم أشار إلى أن وسائل الإعلام تعتمد على التواصل، والأمر كذلك في الأدب والفكر، والأمر كذلك في الحوار الداخلي، وبهذا وصل إلى خاتمة تؤكد أن فعلا التواصل أعمق من الاتصال، وأن هناك مجالات عديدة تعتمد في الحقيقة وفي الجوهر على التواصل وليس الاتصال. لهذا لاحظوا ماذا سيقول: من سمات التواصل إذن، لاحظوا الرابط الدال على أنه وصل إلى خاتمة استنتاجية، إذن أنه متعدد الجهات متكرر الحدوث، وهذا التكرار هو الذي يعطينا حقيقة التواصل. والآن أصبح الكاتب متمكنا من هذه الحقيقة، فجاء بخبر أكثر قوة، خبر فيه المؤكد الأول إن والمؤكد الثاني لم، إنه لا يكسر الحواجز مهما تكن ويقرب العقول مهما تناء بعضها عن بعض. فما هي فكرة هذا النص باختصار؟ إذن الفكرة هي كالتالي: استدلال الكاتب على ماذا استدل الكاتب؟ فهو يستدل على أهمية وقيمة التواصل. استدلال الكاتب على
أهمية وقيمة التواصل في حياتنا اليومية. كلنا نعتمد على التواصل في حياتنا اليومية. وكيف استدل على ذلك؟ فمن خلال إبراز من خلال إبراز حضوره القوي في عدة مجالات، وكما رأيتم في وسائل الإعلام، في الأدب، وفي الفكر، وأيضا في الحوار الداخلي. وبهذا يصل إلى خاتمة أعطتنا تثمينا لهذا التواصل. بعد أن أنهينا الفهم وتعرفنا على مضامين هذا النص، يمكننا أن نصادف في السؤال الثالث شرح فكرة، شرح فكرة معينة من النص. يمكن مثلا أن يقول لك السؤال: جاء في النص ما يلي: وحين يلجأ الإنسان إلى إجراء حوار داخل نفسه يكون قد أقام جسور التواصل في ذاته. اشرح هذه القولة. هنا سأقوم بكل بساطة بتفكيك هذه القولة إلى أفكار جزئية وأتوسع فيها بشرح بسيط، لا أتعمق، لأن المطلوب هنا فقط شرح المختصر. فأقول بأن الكاتب هنا يؤكد على أن الإنسان حينما يجري حوارا داخليا مع نفسه فالمسألة هي صحية، هي مسألة جيدة. لماذا؟ لأنه يتواصل مع ذاته فيفهمها وتفهمه ويصالحها وغير ذلك. وأفتح قوس هنا لأستحضر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد قال قديما: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فهذا القوس أنصحكم دائما بمحاسبة الذات ومراجعة أفعال حتى نستمر في الحياة على طريق الصواب والطريق الصحيح. نكمل. فبعد السؤال الثالث ندخل إلى مرحلة التحليل. هنا نبدأ بالحقول الدلالية. ما هي الحقيبة المعجمية التي توسل بها الكاتب لينتج لنا هذا النص؟ باختصار يكون السؤال ببساطة: اعتمد الكاتب على مجموعة من الحقول لتعبير عن مضامين النص، حددها مع أمثلة لها والعلاقة القائمة بينها ودلالة ذلك. فبالعودة إلى النص، لاحظوا معي هناك لدينا في العنوان التواصل. فحقل التواصل حقل حاضر بقوة، فيقول: اللغة تواصل. ثم يقول: فنعطي ونأخذ، هذا أيضا تواصل. ثم يقول: مرسلة ومستقبلة، هذا أيضا تواصل إلى آخره. ثم يقول أيضا: أقام جسور التواصل. لدينا أربعة أمثلة فهي كافية. في مقابل ذلك لاحظوا معي منذ البداية الأمر واضح وواضح جدا، فالأمر سهل. قال: لا اتصال فقط. ثم قال: إرسال من طرف واحد، فهذا أيضا يدل على الاتصال. ثم يعيد الأمر نفسه فيقول: ببت من طرف واحد، فهذا أيضا يدل على الاتصال. هنا أيضا البت كما قلنا سابقا، البت هو الإرسال، فهذا فقط ترادف وليس طباق، ليس الكلمة ضدها. البت الإرسال، ما زلنا فقط في مفهوم الاتصال. إذن بعد أن تعرفنا على هذه الحقول يمكننا أن نحدد لها جدولا مختصرا كالتالي: ففي مرحلة التحليل هناك لدينا الحقول الدلالية، ويمكن أن نعبر عن ذلك فنقول: للتعبير عن مضامين النص اعتمد الكاتب سمير شريف السيتية على حقلين دلاليين، هما حقل التواصل وحقل الاتصال، والجدول التالي يوضح ذلك. نكتب بكل بساطة: حقل التواصل حقل
الاتصال. استخرجنا الأمثلة أو رصدناها كما رأيتم. ففي البداية يقول اللغة تواصل، ثم ماذا عثرنا أيضا؟ فنعطي ونأخذ. ثم ماذا وجدنا أيضا؟ مرسلة ومستقبلة. ثم لدينا أقام جسور التواصل. وطبعا هناك أمثلة أخرى ولكن نكتفي بهذا. فيما يخص حقل الاتصال فقلنا إرسال من طرف واحد، نجدها في آخر السطر الأول. وقلنا أيضا ببث من طرف واحد. ثم أيضا البث والإرسال. وممكن أن نضيف أيضا بعيدين عن التواصل، فالبعد عن التواصل يعني فقط الاتصال إلى آخره. فهنا أعطينا أمثلة عن كل حقل. الآن ما هي العلاقة بين الحقلين؟ العلاقة بكل بساطة فجمعت بين الحقلين علاقة ماذا؟ فالكاتب منذ البداية حاول أن يبين الفرق ما بين التواصل والاتصال، فيمكن أن نقول بأنها علاقة اختلاف، فهي لها ما يبررها. ولكن تعمقوا معي في النص أكثر، فحينما قال بأن التواصل نعطي ونأخذ، وداخل هذا التواصل هناك جزء الأول هو خاص بالاتصال، وبالتالي فالاتصال يوجد جزئيا ضمن التواصل. بهذا يمكن أن نقول علاقة تضمن. كيف ذلك؟ فالاتصال جزء من التواصل. ويمكن أن نشير أكثر إلى مسألة مهمة، وهي جمعت بين الحقلين علاقة تضمن، فالاتصال جزء من التواصل فحسب. كما أن الكاتب يحاول إبراز القيمة العليا للتواصل مقارنة مع الاتصال. قد نضيف هذه وقد نكتفي بالسطرين السابقين فحسب. إذن بعد الحقول الدلالية ندخل إلى البنية اللغوية والخاصة بالأساليب وغير ذلك. فما دام هذا النص مقالة فكرية حجاجية أو أكثر من ذلك فهي تفسيرية، يحاول ما أمكن أن يفسر ويعرف لنا هذا التواصل مقارنة مع الاتصال، فقد هيمن على النص الأسلوب الخبري من خلال مجموعة من الأخبار: اللغة تواصل لا اتصال فقط وغير ذلك. ولكن هذا الخبر غايته إقناع المتلقي، وبالتالي فقد هيمن الأسلوب الخبري التقريري. وبهذا أيضا كانت اللغة المباشرة ذات المعنى الواحد. ما معنى ذلك؟ أي أن هذه اللغة ليست فيها إيحاءات أو مجازات، فالكلام واضح مباشر حتى يفهم المتلقي. ثم مسألة أخرى وهي الضمائر. لاحظوا معي ماذا قال: وإذا نظرنا، ثم قال: ففي حياتنا مشاعرنا. فالكاتب وظف الضمير الدال على الجمع المتكلم، ذلك لأن هذا النص أو هذه القضية تهمنا جميعا. وأكثر من ذلك فالكاتب قد يكون ذكيا يحاول إيهام المتلقي بأنه مشارك في النص. حياتنا نحن، مشاعرنا نحن، نحن الذي ننظر، وهكذا نصبح مندمجين معه في تتبع مضامين هذا النص. بعد البنية اللغوية نصل إلى البنية الحجاجية.
فبالنسبة للبنية الحجاجية فلا بد من الإشارة إلى ثلاثة فروع: طريقة العرض، ثم أساليب الشرح والتفسير، ثم الحجج الموظفة. فلاحظوا معي ماذا قال: اللغة. فالموضوع في البداية لم يتحدث عن التواصل، بل تحدث عن اللغة، عن جزء من التواصل، وبالتالي انطلق من الجزء ليصل في الأخير إنه ليكسر الحواجز وغير ذلك. هنا يتحدث عن التواصل بصفة عامة، انطلق من الخاص حتى وصل إلى فكرة عامة، وبالتالي فقد اعتمد في طريقة العرض على المنهج الاستقرائي. إذن طريقة العرض اعتمدت على المنهج الاستقرائي. لماذا؟ فالكاتب بدأ بمقدمة خاصة عن اللغة كجزء من التواصل، ثم انتقل إلى عرض أكثر تفصيلاً في وسائل الإعلام، في الأدب والفكر، في الحوار الداخلي، ليصل إلى خاتمة بمثابة استنتاج نهائي. المسألة الثانية أو الفرع الثاني: فما دام هذا النص مقالة حجاجية تفسيرية إقناعية، فالكاتب حاول أن يوضح لنا أفكاره ووجهات الرؤى وغير ذلك، فاستعمل مجموعة من أساليب الشرح والتفسير سنمر عليها باختصار. لدينا في البداية اللغة تواصل لا اتصال. إذن ماذا يفعل هنا؟ فهو قام بتعريف اللغة، إذن استعمل أسلوب التعريف بجانبه هناك ماذا قال: والفرق بينهما كبير. إذن يقارن ما بين التواصل والاتصال، فهو استعمل أسلوب المقارنة. ثم هناك حديث عن وقائع يقول: ليس الأدب والفكر، فالمفكر لا يرقى إلى أن يكون كذلك حتى يقف على قدر كبير وغير ذلك، وحين يلجأ الإنسان إلى إجراء حوار داخلي وغير ذلك، مجموعة من الجمل الفعلية الدالة على الأحداث. إذن هناك أسلوب السرد. ثم لدينا أيضا أسلوب التمثيل. نعم، أسلوب التمثيل أتى بمثال عن مجال حضور التواصل في وسائل الإعلام، أتى أيضا بمجال الأدب والفكر، أتى أيضا بالحوار الداخلي، فأيضا هناك أسلوب التمثيل، وطبعا هناك أيضا أسلوب الوصف. فمن بداية النص إلى آخره هناك إشارات إلى مجموعة من الصفات الخاصة بالتواصل. وهنا في الخاتمة لاحظوا: من سمات التواصل، أي من صفات التواصل. تبقى المسألة الأخيرة في أساليب الشرح والتفسير، وهو الاستدلال المنطقي. فالاستدلال المنطقي ارتبط بالأسلوب الخبري من خلال حضور أدوات الشرط، وإذا أضفنا فذلك عرفنا أنهما. لاحظوا، فهو يعتمد على أسلوب الشرط. ثم أيضا هناك التعليل، لأن، فهو يعلل لماذا هذا الحكم، لماذا هذا التعريف. هنا يعلل، يستدل، هذا أيضا نوع من الأساليب الحجاجية من خلال الاستدلال المنطقي. لاحظوا أسلوب الشرط: حاضر، وحاضر بقوة، وإذا نظرنا وغير ذلك. ثم هناك أدوات أخرى أعطت للنص قوته، والمتمثلة في أدوات قوية للاستنتاج. إذن ثم أدوات التوكيد: أنه متعدد الجهات، إنه ليكسر، الخبر الإنكاري الذي يعطي قوة. هناك مجموعة من أدوات الربط الأخرى التي ساهمت في إعطاء النص اتساقه الداخلي، إضافة إلى هناك الانسجام مع الواقع الخارجي. هناك كثير ما يقال على هذا النص، ولكن سأتوقف لأصل إلى الحجج. دعم النص، أو كما أقول دائما بالإسمنت المسلح ليكون النص، بناء النص متينا، فأتى بحجج متنوعة. لاحظوا معي، فهناك حجج انطلاقا من الواقع، فهي حجج واقعية. ثم هناك أيضا حجج مرتبطة بالمنطق: لا تستقيم الحياة ببت من طرف واحد، فهذا أمر منطقي. إذن هذه أيضا حجة منطقية. إلى هنا نختم ونصل إلى مرحلة التركيب. ماذا سأفعل؟ سأجمع هذه النتائج بالتذكير بنوعية النص، بقضيته،
بالحقول الدلالية التي رأينا بأساليب الشرح أو قبل ذلك بالجانب اللغوي من خلال الأسلوب الخبري الموظف، وأيضا الضمير الدال على الجمع المتكلم ونوعية اللغة المباشرة، ثم أساليب الشرح والتفسير، وأيضا طريقة العرض، وأصل إلى الحجج، ثم أعطي رأيي في قضية النص. وطبعا فكلنا نتفق مع الكاتب، ففعلا نحن الآن نحتاج إلى تواصل حقيقي يكسر الحواجز ويقرب العقول مهما تناأى بعضها عن بعض، خاصة في هذا السياق العالمي الذي نعيشه اليوم. إلى هنا أنهي هذه الحصة، وإلى اللقاء في حصة قادمة بحول الله تعالى.